أحد من الصحابة عمل بهذه الآية؟ تقولون علي الله أعلم سبب بذلك في المقال. تفضل. أنا كتبت هل ثبت أن علي هو الوحيد الذي قام ذلك؟ الشعب حتى يقولون في مسألتان تفرد بهما علي. احتاجني إلى تحليل كل الطرق ضعيفة بس بعضهم يحسنها بمجموع. هذه الآية قل لم يعمل به إلا علي، وقول الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، فكان يصدق وراكع.